زي ما قال التقرير، ولاد النادي الاهلي بيتالقوا في الظروف والامكانيات الصعبه اللي في الفرقه اللي بيدربوها، بيحققوا نتائج طيبه، منهم النجم اللي معانا النهارده كابتن احمد كشري. هتكلم معاه، المهمه كانت صعبه وقابل التحدي ومسك الفرقه بقاله مباراتين بيفوز في المباراتين. كابتن احمد كشري برحب بيك وبحييك على المجهود اللي انت باذله مع النصر التعدي. طبعا الله يبارك فيك كابتن شادي، انا سعيد طبعا ان انا معاك، انت حبيبي انت عارف. وطبعا انا مبسوط ان انا في قناه الاهلي اللي هو بيتي، والحمد لله طبعا التوفيق بتاع ربنا، وربنا يكرمنا في الفتره. صوتك رايح. ده لسه راجع النهارده والله. لسه راجع العصريه. طيب مسكت مع الكابتن اسامه عرابي فرقه النصر التعدين، بعد كده رحتوا اسوان، نصر التعدين عرضوا عليك تبقى موجود، اكيد انت اتكلمت مع الكابتن اسامه، رحت النصر التعدين حققت انتصارين ورا بعض. خليني اكلمك بصراحه، موقف النصر التعدين قبل ما تروح ولغايه النهارده صعب جدا جدا. تمام. تحدي اللي انت تدرب فرقه النصر التعدين. والله كلام مظبوط 100% يا كابتن شادي. هو طبعا انا كنت مع النصر التعدين مع كابتن اسامه، وبعده رحت مع اسوان، ولما رجعت النصر التعدين يعني ناس كتيره جدا جدا، يمكن الكل بنسبه 99% قالوا لي ما تروحش. كل الناس اللي هم المدربين اللي اصدقائي الا مجموعه قليله، يعني انا تفكيري كان قريب منهم، اللي هو انا بحب ان انا دايما يعني المجازفه، او بمعنى صح بقول ان الحياه لازم يكون فيها سنه مجازفه عشان توصل للهدف بتاعك. صح. احيانا الامور لو تمشي فيها واحده واحده ممكن الامور ما تساعدكش زي ما انت عايز، فيمكن الخطوه دي اللي خلاني اتشجعت ليها. في عوامل الناس ممكن ما تعرفهاش، ان انا عارف وملم بكل كبيره وصغيره في فريق النصر التعدين، لان كنت مع الكابتن اسامه موجود معاه في الفتره اللي كنا ماسكين فيها. ساعدك الكلام ده؟ طبعا 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 جدا، يعني انا عارف كل لاعب فيه امكانياته ايه وقدراته ايه الدفاعيه والهجوميه وشخصيته، فكل ده طبعا انا رايح هم بالنسبه لي كتاب مفتوح. يمكن ده اللي شجعني ان انا اروح، زائد ان اللي طلبني ان انا اروح يا كابتن شادي اللعيبه. اللعيبه هم اللي اتكلموا رقم واحد وطلبوني بكلهم، طلبوا ان انا اكون موجود. الاداره اللي كانت شغاله معايا، الاداره المديرين، مدير الكوره والاداري وكل الجهاز اللي كان معايا، يمكن اتكلموا مع رئيس الشركه ومع المسؤولين ان انا اكون متواجد. فالحمد لله بفضل الله، حتى رئيس الشركه ما قعدت معاه قال لي يا كابتن انت بقيت مطلب شعبي، مطلب جماهيري في مدينه ادفو واسوان، كل لما امشي في الشارع الناس تطلب تقول ما حدش ينفعنا غير الكابتن كشري. فطبعا دي حاجه اعتز بيها طبعا واشكرهم، وان هم اتحوا لي الفرصه دي. وفي نفس الوقت يعني التجربه انا عارف انها صعبه جدا، ولكن انا كان عندي تجربه شبيهه ليها لما كنت ماسك منتخب جيبوتي. ما انت قريت افكاري. اه يعني انت بتتكلم في تحدي صعب جدا جدا قبل كده، حضرتك كنت ماسك فعلا منتخب جيبوتي. وصعب جدا لحد يروح التحدي ده والاجواء تقريبا انت صعب. رحت ولعبت هناك وشفت الاجواء عندهم عامله ازاي. دي فعلا انا حسيت ان هي تجربه شبيهه لتجربه منتخب جيبوتي. لما كنت مع منتخب نفس الاجواء، خلي بالك شويه. بالظبط. انا رحت هناك في الاول حصل صدمات كتيره، وكان عندي ماتش صعب جدا بعديها ب 20 يوم مع منتخب مصر في تصفيات كاس عالم. ورحت لقيت منتخب، يعني لدرجه كان المنتخب موجود قدامي وانا بسالهم فين اللعيبه، يعني من يعني مش متوقع ان هم دول اللعيبه. فالتجربه شبيهه، ولكن طبعا نصر التعدين فرقه الفتره اللي كان فيها الكابتن اسامه عرابي كنا فيها احنا هناك. صح. الفرقه اتظبطت، الفرقه اتنظمت، بقينا عارفين كل كبيره وصغيره عنها، فده اللي ساعدني. الكابتن خليني احييك على الروح دي. في ناس بتشتغل وتاخد فرقه وتقول لك انا اللي عملت وانا، لكن اللي انت بتقوله ده قمه الاحترام، اللي انت بتقول الكابتن اسامه فرق الوقت اللي هو كان موجود وانت كنت معاه، فده كلام محترم. لا دي حقيقه، وانا قلتها قبل كده في كذا مداخله مع في قناه النادي الاهلي مع الكابتن فاروق مع الكابتن عبد الحميد وفي كل القنوات. لا كابتن اسامه راجل بعد ربنا ليه فضل عليا، اتعلمت برضه منه واستفدت منه، ويمكن دي انا بقولها يعني انا اول مره في حياتي اشتغل مدرب عام مع الكابتن اسامه عرابي، ما حصلتليش من يوم ما بدات التدريب. يعني يمكن في مجالي من اول ما بدات، من اول لما استلمت في اكاديميه الاهلي كنت ماسك منتخبات الاكاديميات كلها.
بدات امسك فرقه كلها مدير فني، اشتغل معايا ناس كتير. اول مره اشتغل مع مدرب ابقى مدرب عام كان مع الكابتن اسامة عرابي. هو كلمك؟ اه طبعا هو كلمني. قال لك ايه؟ هو كلمني وقال لي انا بدور عليك، انت ما تردش عليا ليه؟ فقلت له فين؟ كابتن اسامة عرابي في الماتشات عصبي جدا، بخاف عليه والله بجد. انا بكلمك بصراحه، متابع الماتشات كلها، شايل، تحس اللي هو بيشتغل باخلاص جامد جدا، متنرفز في الماتشات كلها. صح. فعارف لازم حد اللي معاه يكون اهدى منه بكتير. ما ده اللي كان بيحصل. انا اقول لك على حاجه، موقف اتفضل. يمكن الكابتن اسامه في المباريات احنا الاثنين متفاهمين جدا بصراحه، كنا بنقعد مع بعض بنحط الخطوط العريضه، هو طبعا صاحب القرار الاول والاخير، بقول له وجهه نظري وهو اللي كان بيختار التشكيل. بيجي في المباراه، يعني في حاجات انا لازم اتكلم معاه فيها قبل المباراه، ساعه المباراه ما بيعرفنيش، مش عايز اقول لك لدرجه ان هو في اكتر من ماتش زقني، وانا بروح اقول له على حاجه في الملعب وانا لازم اقولها له، على لعيب مثلا مسك الرجليه بتاعه، فرايح اقول له روح زقني. فلقيت لك ناس كتير بيقول لي كابتن اسامه بيزقك، قلت لهم والله هو ما واخد باله خالص ان هو زقني ولا عمل الموقف ده. فطبعا انا ما كنتش بزعل، لان انا عارف هو المسؤوليه كانت صعبه، والفرق اللي احنا مسكناها اذا كان اسوان او التعدين موقفهم صعب جدا. صح. وبرضه يعني الناس تشكر مجالس الادارات بتعافر وبتحارب عشان تجيب لك وتوفر لك الامكانيات، لكن برضه امكانياتهم محدوده بالنسبه للفرق الكبيره، فبيبقى في ضغط عصبي جامد جدا علينا. فالكابتن اسامه يعني بيبقى مشدود جدا على الخط، يعني انا حتى كذا مره قلت له اهدى اهدى، فهو اللي اهدى فين يا كشري؟ طب بص مش عارف مين، وجاب لي مدربين على مين، قال لي مورينيو، هو عمال يتنطط، قال لي مش عارف. ففعلا بنقعد تلاقي المدربين، بس هو بيشتغل باخلاص وهو بحب، فيمكن دي اللي بتخليه عصبي. فعشان كده بقول له طبعا انت مش واخد بالك، عمال تزقني في كل ماتش. قال انا زقيتك؟ قلت له اه والله زقيتني كذا مره. فهو طبعا الكابتن اسامه هكلمك عن، انت مسكت النصر تعدين بقالك مباراتين، كسبت في المباراتين وادي دجله والداخليه، الداخليه في الداخليه، ايه اللي انت عملته عشان تاخد 6 نقاط في مباراتين؟ والله يا كابتن شادي انا قلت لك، هقول لك الظروف بالظبط قبليها سريعا. انا مسكت التعدين وهو خسران 4 مباريات، خسران من المصري، خسران من الزمالك، خسران من الاسماعيلي 4، خسران من الاسماعيلي 5، يعني خسران من المصري 4 ومن الزمالك اي فريق طبعا جاي ماسك فريق خسران على ملعبه 5، وهلاعب وادي دجله كسبان الانتاج الحربي في ملعبه 5، فرقه جايه كسبانه 5 وانت خسران 5 وعندك مشاكل كتيره جدا يعني. فطبعا انا هتكلم معاك بصراحه، كل واحد فينا او كل شخص فينا عنده الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه. انا بشتغل بفضل الله على اللاعبين عندي على الطاقه الايجابيه، اللي هو اطلع اميز حاجه فيه واشتغل عليه واقول له ان دي ميزه فيك، انت كويس في الحته دي، انت لازم تعمل دي عشان انت متميز فيها. هتلاقيه بيخلص لك. فبشتغل معاهم بطل. بيخلص لك في المعنى. فتلاقي اللعيبه بتديني اقصى ما عندها. لازم كل واحد فينا في منطقتك في مكانك في طاقه سلبيه وطاقه ايجابيه، لو انت ظهرت او اظهرت الطاقه الايجابيه هتلاقي الدنيا كويسه جدا، لو اظهرت الطاقه السلبيه هتلاقي في احباط. فانا بشتغل على الحاجات دي الايجابيه، الطاقه الايجابيه اللي عند اللاعب، روحه، امكانياته، قدراته، عنده سرعه، بيتميز بالهيدرز، بيتميز، فبشتغل عليه واقول له انت مميز جدا في الحته دي ودي ميزه فيكم. فبتبدا تجمع، تكون مجموعه، كل واحد يتميز بحاجه وتبدا تحط فيه الدافع يساعدك. بالظبط. فالحمد لله بفضل الله يعني في مساعدات طبعا في اللي حصل ده. طبعا معايا مجلس اداره محترم جدا جدا، قعدت مع الباشمهندس عبد الناصر سلام رئيس الشركه والنادي ومجلس الاداره. بصراحة الراجل قعد معايا، يعني أنا عجبني في حاجة جدا يا كابتن شادي، لأن كان الفترة اللي قبلي كان في مشكلة كبيرة، إن كانوا مع مستثمر والمستثمر ما وافقش وحصل فطبعا حصل دروب جامد للفريق وبتاع. فالراجل كان شجاع جدا 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 في كلامه، وأنا استغربت، قال لي إحنا أخطأنا وإحنا بنصلح الخطأ. فطبعا يعني صاحب القرار او الراجل الشجاع لما يكون حتى في منصب عالي ويقول انا اخطات، دي مش ما تقللش، بل بالعكس انا احترمته جدا جدا جدا، وقلت
يعني الراجل ده فعلا عايز، قال لي انا عايز اصحح اللي حصل. انت بتنقذ ما يمكن انقاذه. بالظبط. فلقيته قال لي يا كابتن احمد كل اللي هتقول عليه مجاب. كل اللي انت عايزه هيتعمل. قلت له رقم واحد يا باشمهندس انا عايز اي حاجه ماديه تتعلق بالماديات خاصه باللاعبين قديمه او جديده تخلص. قال لي احنا خلصت؟ بالظبط. والله يا كابتن شادي قبضهم، كانوا متاخر لهم الشهر اللي قبله بسبب يعني موضوع المستثمر، انه كان الموضوع متنقل ليه وبتاع. قبضهم قال لي النهارده اللعيبه احنا قبضناهم. كان فاضل يومين على الشهر الجديد اللي هو المفروض. قال لي، قلت له لازم ينزل لهم القبض بتاعهم يا باشمهندس. قال لي راح طلع كابتن خالد. انا بتكلم بصراحه. بيفرق طبعا. طبعا يا كابتن شادي، ما انا بقول لك اهو دي اهم الحاجات. هتطلب ما بيديك دافع. خلاك اللعيبه هتجي لك كابتن فين؟ المدير الكوره لو موجود فين؟ بالظبط. بتلاقي نفسك بتشتت نفسك راح لقصه ثانيه، لكن لما الامور بتخلص انت بتقدر تطلب طلباتك الفنيه كلها وتركز في الكوره فقط. بالظبط. ما كابتن شادي انا داخل عندهم مشاكل كتير، يعني انت بتتكلم بقى في حاجات فنيه وحاجات في الملعب كده، فانا مش عايز كمان حاجات تبقى شغله اللعيبه اكتر الماديه وما وليه حاجات متعلقه في النادي وده عنده مشكله. فالحمد لله يعني بصراحه الراجل يعني عمل اكتر من اللازم، فيعني كل اللي بيحصل والانجاز والنتائج دي بصراحه تحسب لرئيس طلباتك النادي. طلباتك مجابه، عشان كده كمان معانا على الهاتف المهندس عبد الناصر سلام رئيس نادي النصر التعدين. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. لسه الكابتن احمد كشري بيتكلم على حضرتك وبيقول اللي كان فيه تحدي كبير جدا وحضرتك اخذت قرار واعترفت بالخطا اللي موجود، كمان عشان يبقى فيه اصلاح لازم يبقى فيه اعتراف بالاخطاء اللي موجوده. اتكلم كمان الكابتن احمد كشري على اللي حضرتك كل المستحقات الماليه للفريق بادرت بسرعه عشان النتائج الطيبه اللي هم بيعملوها. يكفي انه مكسب لينا كابتن كشري، وبندعي له ربنا يوفقه ان شاء الله في الفتره القادمه بغض النظر عن الموقف اللي حصل. خليني اعرف من حضرتك، النهارده بنتكلم الكابتن احمد كشري في اخر مباراتين بيقدر يحقق انتصارين، ودي جزئيه مهمه جدا عشان حضرتك زي ما انت عارف موقف النصر التعدين كان صعب جدا. هو الحمد لله ربنا وفقه في الماتشين، واحنا بنتمنى برضه الماتشات اللي جايه ان شاء الله نفس اللي حققه في الفتره اللي عدت ان شاء الله. هتقول للكابتن احمد كشري ايه؟ ربنا يوفقه ان شاء الله، ربنا يوفقه ويؤديها ان شاء الله باذن الله. مرة تانية معلش الصوت ما كانش واضح، حضرتك علي صوتك شوية. ربنا يوفقه إن شاء الله بإذن الله، وهو أدها إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. أستاذ عبد الناصر سلام رئيس النصر التعليم، بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا. الواضح اللي هو شخصية هادية. لا يا باشمهندس شخصية هادية وجميلة، هو بس بينام بدري فالظاهر إحنا تأخرنا عليه فبنعتذر له، لكن هو بصراحة يعني وقف معانا جدا الفترة اللي فاتت، خلص كل الحاجات الخاصة باللعيبة. يمكن امبارح اداهم مكافأة الماتش بتاع أول امبارح، ودي ما بتحصلش في أندية كتيرة. فطبعا دي حاجة جميلة جدا إن رئيس نادي يبقى في ظهر الفرقة وجي حضر الماتش اللي فات ومعانا تابع معانا التدريبات وكل حاجة كنا عايزينها بصراحة يعني سهلة وعملها. فبقول له لا يعني كمجلس إدارة وكلهم بصراحة وقفوا مع الفريق، واللعيبة ما لهمش طلبات حاليا مادية ولا حاجة، فدي تحسب ليه. وطبعا الإنجاز اللي بيحصل ده هو يعني صاحب برضو الفرح الكبير، لأن كله بينتسب لشركة النصر التعدين وإدفو، مدينة إدفو الجميلة اللي هو بينتمي ليها. وخاصة الناس هناك طيبة قوي يا كابتن كله. والله يا كابتن شادي يعني عايز اقول لك حاجه، الناس طيبه جدا فوق ما تتخيل، يعني ناس بتحب بتعشق الغريب، حتى انا ما بروح هناك ما بحسش ان انا غريب في وسطهم. يمكن قعدت مع رئيس النادي الباشمهندس عبد الناصر في مدينه السبعيه عنده يعني الموطن بتاعه، مش عايز اقول لك يعني هو هناك العمده، بقينا مش عارفين نمشي في الشارع. كان ساعتها معانا الكابتن اسامه عرابي، يعني قعدنا اتبسطنا جدا ان احنا كنا متواجدين معاه، هو محبوب جدا هناك وناس طيبين بيحبوا الفريق. وبعدين
في حاجه جميله قوي عملوها كابتن هناك، لازم يبقى في يعني الشباب تاخد حقه ان يبقى في فرق او في مثلا ملاعب وبتاع. يعني لسه اصدروا قرار من فتره قريبه ان عمل اكاديميه لابناء ادفو، مدينه ادفو بالكامل، ما شاء الله بال 4000 ولد بيجوا. فدي حاجه كويسه لان ده حق الشباب هم عايزين. لو عايز نتكلم بصراحه برضو تعرضوا لعدم الاهتمام وقت طويل جدا، انا بكلمك بصراحه. والله يا كابتن شادي يعني احنا في حاجات ضغوطات حصلت على الفريق كتيره جدا من الفتره حتى الاولانيه اللي مسكنا فيها. التحكيم كان يعني مش عايز اتكلم عليه، بس يعني حتى انت لو شفت المباراه الاخيره يعني في حاجات لو محفرها التانية ممكن لا طب خلاص انا مش هتكلم على المباراه الاخيره، خلينا نتكلم على مباراه وادي دجله. تمام. انا طبعا شفت المباراتين بس هروح لوادي دجله. وادي دجله الشوط الاولاني قدم مباراه طيبه جدا، كان هم اعلى فنيا. خلينا نتكلم، انا بكلمك بصراحه، الكره الجماعيه كان هم كمان افضل، السيطره كانت لوادي دجله. شوط تاني للنصر التعدين مختلف تماما بالامانه. قلت لهم ايه في غرفه الملابس؟ لان انا شفت فرقه تانية الشوط التاني. واللي ساعدهم برضو عشان نتكلم كوره، عارف اللي انت لما تلعب وثقه زياده عن اللزوم فبتيجي تلاقي اداء فرقه متغير تماما، وده اللي حصل في مباراه وادي دجله. قلت لهم ايه في غرفه الملابس الاول، وقلت اللعيبه بقى بشكل عام ايه؟ انا هقول لك ايه اللي حصل بالظبط. طبعا انا درست فريق وادي دجله كويس، وعارف ان فريق وادي دجله جاي من مكسب كبير وانت جاي من خساره كبيره، وهيبقى فيه حته يعني طمأنينه شويه للنتيجه، جايين معاهم 3 بونت الكلام ده كلام. والحمد لله اشتغلنا على حاجه، بس انت راجل فني ولعبت كوره ولعيب كبير والكلام ده، يعني اللي بيتفرج وشاف المباراه انا لازم العب على امكانيات فرقتي. ما ينفعش انا من اول المباراه اضغط الفرق واروح واهاجم من اول المباراه، انا بدنيا مش جاهز. كان في بعض اللي قلت لك الظروف اللي في اللعيبه ما كانتش بتتمرن كويس في فتره التوقف اللي هي الفتره اللي قبل كده، كان في بعض المشاكل ما كانوش بيتمرنوا. ما اقدرش انا من اول المباراه اجازف واجاري الفرق الكبيره دي. فبالطبع حتى انت لو شفت المباراه انا حتى بعد ما دخل فيا الجون انا كنت بقول للعيبتي ارجع وباصي ارجع ايه ده ارجع، ما بقولهمش ايه جيب ايه. لو جت تاني هيخلص المباراه بالظبط. ليه؟ لاني انا عايز اخرج من المباراه حتى الشوط الاول بالنتيجه دي، لان انا عارف الشوط الثاني اللي ممكن التحول اللي ممكن يحصل، لان في بعض اللعيبه انا بشتغل عليهم في حاجات معينه الشوط الثاني هقولها للعيبه، وفي تغييرات هتفرق معانا. انت اساسا كنت مقعد لعيب مهم جدا عناصر متميزه في الفريق بالزبط. وانا استغربت جدا حتى المباراه كنت في الراديو فقلت ازاي قاعد، اكيد الكابتن كشري هينزله. تمام. رمضان ربيع رمضان ربيع وعبد الله الشحات. والماتش اللي فات كان قاعد مدبولي من احسن لعيبه في الفرقه، احسن لعيبه من المباراه اللي قبلها. لا مدبولي من افضل لعيبه يمكن في الدوري المصري ومطلوب في كل الانديه. وعبد العزيز امام وعبد العزيز امام عبد العزيز ما كانش بيلعب قبل كده مع يعني قبلي في مع الجهاز اللي قبلي ما لعبش معاهم خالص. معايا انا بدا ولعب المباراتين. انا اعرف قدرات عبد العزيز امام كويس جدا واعرف اوظفها، والحمد لله فرق معايا وهو اللي كسبني وادي دجله بضربه الجزاء والتحرك اللي هو عمله. الكابتن شادي الفرقه لما يكون ما فيهاش الا عناصر مثلا 3-4 عناصر مؤثرين على المرمى ومهمين، ما ينفعش ان انا ارمي كل اللعيبه دي مره واحده في الملعب، لازم يكون عندي حد على الدكه. خلي بالك أغير انا اسف على المقاطعه، لكن بيديك المردود على طول المباراه. طبعا بالظبط. فانا لا يمكن يكون عندي لعيب كويس وانا مش عايز العبه، لا بس لو انا مش هلعبه يبقى انا في دماغي حاجه معينه، يبقى انا راسم وعلى اللي هو يحترم ده بالظبط. لا 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 اللعيبه بتاعتي اقول لك حاجه والله، ويمكن تشوف الماتش دجله وهات لقطاته، رمضان ربيع قاعد بره وكان بيلعب في الفتره اللي فاتت اساسي هو عبد الله الشحات، قعدتهم وقايل لهم من اول اسبوع وبتمرن، وقعدت اتكلمت معاهم واحد واحد وقدام الفرقه قلت لهم والله ما حد هيكسبني غيرك انت وهو، انتوا الاثنين هتنزلوا تقلبوا لي الماتش، وهم الاثنين اللي نزلوا كسبوني بدليل ان انا وشفت يعني انا بعمري في حياتي ما اقول للعيبه هات جون وتعالى لي في حياتي لا في اي فرقه ولا في ده، لكن رمضان لما جاب الجون جري وراح ناطط عليا وراح جاي عشان انا قلت له الكلام ده بالحرف، قلت له انت اللي هتغير مجرى المباراه خالص وانت اللي هتكسبني انت وعبد الله. طيب معانا عبد العزيز امام واحد من نجوم فريق النصر التعدين، خليني ارحب بيه في البدايه. عبد العزيز برحب بيك. اهلا وسهلا كابتن شادي، وبرحب بحضرتك والكابتن احمد. حبيبي عبد العزيز، اداء مختلف مع الكابتن كوشري عبد العزيز.
طبعا يا كابتن، والله كابتن كوشه طبعا بيتعب معانا جدا، واحنا حابينه يعني. حتى لما كان معانا مع كابتن اسامه احنا كنا طلبنا فيه ان هو يرجع تاني ويمسكنا عشان نقدر ان شاء الله بامر الله نقعد في الدوري ان شاء الله. عبد العزيز، طب خليني اعرف منك ايه المختلف في الكابتن كشري عن المدربين؟ انت غيرت مدربين كتير في السيزون ده، ايه المختلف عند الكابتن كشري؟ والله طبعا الكابتن يعني هو بصراحه الناس كلها اللي كانت معانا قبل الكابتن كشري صراحه كابتن اسامه يعني راجل محترم، وكابتن حماده الاسلام وكابتن اشرف عرب ناس محترمه جدا، كابتن عبد النبي برضه. بس كابتن كشري يعني قريب من اللعيبه جدا، ويعني بيهزر مع اللعيبه وقريب من اللعيبه جدا، وطريقه التمرين يعني وطريقه اللعبه اللي احنا بنلعب بيها حبيناها جدا، وهو بيعرف يوصل لنا احنا ازاي نلعب، يعني ازاي نلعب مثلا في الماتش كده، ونعرف نشتغل على الفرق اللي احنا هنلاعبها، احنا كل نلعب بطريقه لعب معينه يعني. هتعملوا ايه في الماتشات اللي جايه؟ خلي بالكوا انت في فوزين مهمين جدا، بنتكلم على وادي دجله على ملعبك وخارج ملعبك الداخليه، فده بتطالب في الموقف الصعب اللي فيه النصر التعدين، انت مطالب طول الوقت اللي انت يبقى فيه تحدي جواك عشان تقعد في الدوري الممتاز. بص يا كابتن شادي، والله احنا كابتن كشري يمكن قعد معانا هو وجهاز احمد رجب برضه، كل الماتشات اللي جايه ماتشات كوت يعني، احنا بنشتغل كل الماتشات اللي جايه ماتشات كوت، هنفرط فيها يعني باي سهوله يعني، هنموت نفسنا وان شاء الله بامر الله. انا بقول لحضرتك ان شاء الله بامر الله السنه دي في الدوري الممتاز ان شاء الله. عبد العزيز انا بشكرك شكرا جزيلا، والسعيد عايزين الانديه تبقى موجوده في الدوري الممتاز، ما ينفعش السعيد ما بقاش في حد. انا بشكرك على كلامك الجميل، هقف عند بعض الكلام اللي قاله، مهم جدا المدير الفني يلعب الدور النفسي، وهو باين من كلامه اللي طول ما انت بتشيل الضغوط من على لعيبتك يدوك المردود اللي انت عاوزه. اكيد طبعا، هم اللعيبه بصراحه دي امانه، اطيب لعيبه قابلتهم فرقه التعدين، لعيبه بص حاجه غريبه كلهم نوايا واحده، طيبين، ناس ريفيين، ناس لعيبه مهذبه جدا متدينه يعني بصراحه. حتى كان انا معايا الكابتن احمد رجب في الجهاز من النادي الاهلي. اقول لي جهازك كده. معايا الكابتن احمد رجب طبعا مدرب عام طبعا معروف، كابتن احمد رجب نجم النادي الاهلي وكان مدرب في نادي الاتحاد السعودي الفريق الاول. ومعايا كابتن اشرف عبد الرشيد برضو، حارس مرمى المنصوره ومنتخب مصر، ودرب وادي دجله ودرب ترن اوت البلجيكي ودرب الشباب السعودي، درب فرق كتيره، وبرضو كان بدايته في التدريب معانا في النادي الاهلي. ومعايا كابتن محمد صلاح، ده من ابناء شركه النصر التعدين ومن لاعبين المنيا، مدرب مساعد. ومعايا كابتن محمود مدني مدير الكوره، وكابتن محمود فتحي اداري، وكابتن عباس اخصائي علاج طبيعي، وهيثم التدليك. ده الجهاز المعاون ليا في النصر التعدين، وهم مجموعه بصراحه محترمين جدا. وارجع لكلامي تاني ان اللعيبه دي شخصياتها ساعدتني جدا، لان هم مؤدبين قريبين من بعض، بيلتزموا جدا بالتعليمات اللي بتتنفذ، عندهم ثقه فيا وانا عندي ثقه فيهم، يعني لما بقول لهم على حاجه بصراحه بيعملوها، يعني بقول لهم لازم نعمل كذا عشان دي هتفرق معانا، اليوم بيشتغلوا عليها فعلا، وده اللي ظهر في المباراتين اللي فاتوا. ولما كنا بنجيب جون من حاجه او من حاجه تكتيكيه او حاجه احنا متفقين عليها كانوا بيفرحوا جدا، يمكن بدليل ده يعني انا حتى فوجئت طبعا، ويمكن هم كافوني بعد ماتش الداخليه شالوني وبتاع، انا ما كنتش متوقع، بس ده يعبر عن مدى الحب اللي بيني وبينهم، لان فعلا انا بحط نفسي مكانهم كلاعب، ان هو لازم يتوفر له كل الامكانيات عشان يقدر يلعب من غير ما يبقى ليه ضغوطات، بعامله معامله كنت اتمنى ان انا اتعاملها وانا في الناشئين او انا في الدرجه الاولى. فهم العلاقه اللي بيني وبينهم علاقه اب او اخ او صديق. لعبت الخبره في الفريق بتفرق مع حضرتك؟ طبعا طبعا، وعندي لعيبه خبره. مين لعبت الخبره اللي عندك؟ طبعا عبد الله الشحات لعيب كبير. طب خلاص استنى بقى كابتن معانا على الهاتف. عبد الله الشحات واحد من نجوم النصر التعدين. عبد الله برحب بيك. كابتن شادي ازي حضرتك عامل ايه؟ وحشنا عبد الله، وما تسالش عليا انت خالص. ها مش عايز اقول لك يعني بقالي كتير ما شفتكش والله. انت مش هحكي بقى كنت بتعمل ايه وبتاخد مني ايه في اسماعيليه بس. حبيبي يا كابتن شادي، وماشي طبعا على كابتن كشري، وبقول له الف مبروك على الماتشين اللي فاتوا. حبيب عبد الله انت لعيب كبير، ويعني عبد الله يمكن حتى ضربه الجزاء حريف فيها. خلي بالك كابتن، ضربه الجزاء دخل في توقيت صعب جدا. حبيبي يعني بعيد عن الكوره والله شخصيه محترمه كابتن، وضفت لنا اكيد كتير يعني،
وبعيد عن الكرة يعني بنحبك احنا شخصيا يعني حضرتك عارف. الله يخليك يا عبد الله. عبد الله انت الكابتن كشري من شويه عم بيتكلم على اللعيبه الخبرات اللي موجوده، واول ما نقول لعيب الخبرات قال عبد الله الشحات بيثق فيك، دورك كان مهم جدا، وقال سيناريو بتاع مباراه وادي دجله وانت قاعد على الدكه وقال لك هتقعد وهنزلك، وسيناريو اسعد حاجه للمدرب تفرحه لما بيبقى عامل سيناريو ويتحقق. لا يعني دي الصراحه يعني انا كنت مصدقها يعني، يعني انا بعد الماتش قلت له يا كابتن احنا عايزين نروح للشيخ اللي حضرتك رحت له يعني. السيناريو اللي الكابتن قاله بالظبط بجد والله حصل. ان انا ورمضان نقعد وننزل الشوط الثاني واحنا نكسب الفرقه، فيعني ده ما يعني ما بتحصلش يعني، ومشي سبحان الله يعني. معاكوا جامايكا ولا ايه؟ والله انا سالت قلت له والله يعني والله لان السيناريو مشي بالظبط والله يعني زي ما الكابتن قال بالظبط. وماتش الداخليه برضه نفس السيناريو، يمكن انا ما نزلتش الواحد ممكن يبقى زعلان بس برضه نفس السيناريو، والكابتن كان محضر للماتش كويس وقال لي الماتش ده مش بتاع كوره ومش بتاع الماتش ده بتاع ناس معينه للماتش دوت للملعب دوت. الملعب ده يا كابتن انت عارفه لعبت عليه، محتاج نوعيه معينه من اللعيبه، والصراحه ده اللي حصل وكسبنا بيه الماتش الصراحه. عبد الله بعد فوزين وانت لعيب عندك خبرات وكابتن كشري بيثق فيك، ما هتقول للاعيبتك ايه او تتكلم معاهم تقول لهم ايه بعد فوزين؟ وللامانه فوزين مهمين ولكن المشوار صعب جدا يا عبد الله. لا اكيد طبعا يعني احنا لعبنا فرقتين يعني، وادي دجله طبعا فرقه كبيره جدا، والداخليه برضو يعني انت بتتكلم يا كابتن في فرق فيها كميه لعيبه كبيره وخبرات يعني عكسنا خالص يعني عكس فرقتنا خالص، لكن انت تكسبهم وان انت تقرب من الناس اللي موجوده فوقك وتجيب ناس معاك في المنافسه، لا انا شايف ان دي حاجه تحسب لنا وتحسب من اول السنه للجهاز اللي جمع اللعيبه والكابتن كشري في الاخر يعني الاجهزه كلها اللي مسكت الفرقه. ممكن يبقى حصل شويه مشاكل وضربات كده بس يعني لا يعني الحمد لله يعني ابتدينا ان احنا نرجع تاني، والصراحه اللي بيميز الفرقه دي يعني حتى لو ما فيهاش خبرات كتير يعني الروح بين اللعيبه الصراحه والروح في الملعب بتفرق يعني. كابتن كشري ممكن هو اللي يتكلم فيها لان هو اللي ممكن يشوفها ويحسها يعني. عبد الله انا بشكرك شكرا جزيلا، وانا عارف ان انت واحد من اللعيبه الرجاله، وبنطلب منكم النصر التعدين يبقى موجود في الدوري الممتاز، وعارفين ان المشوار صعب جدا جدا، ولكن ان شاء الله تبقوا قدها وقدود. جميل عبد الله، وخلي بالك اما اللعيب يبقى خبره ما عملكش اي مشكله لما يقعد وبيساندك ويسمع التعليمات، ده بتبقى المدرب محظوظ. والله يا عبد الله من الشخصيات الجميله جدا وشخصيه قياديه في الفرقه، وانا بعتمد عليه في حاجات كثيره جدا يعني، بعتبر ان عبد الله كمان واحد من الجهاز معانا، لما بعوز حاجه عبد الله تعالى، عبد الله اتكلم مع اللعيبه، عبد الله اقعد مع اللعيبه، عبد الله طبعا هو شخصيه جميله ومحبوبه جدا وطيب قوي يعني، عارف من نوعيه يعني بيتعامل مع اللعيبه فعلا يعني قليل لما تلاقي واحد في حجم عبد الله الشحات وبيتعامل مع اللعيبه كانه لعيب ناشف وسطهم يعني، ما مثلا ما بيعيش عليهم ان هو لعيب كبير، بيحبوه جدا، محترم مؤدب. وبعدين المباراه اللي فاتت فعلا يمكن انا اتكلمت، عبد الله لعب الماتش بتاع دجله ونزل كسبنا، هو ده اللي انا طلبت من حضرتك حاجه عايز اعرفها شخصيا. شفنا اداء مختلف تماما عن الشوط الاول، قلت لعبتك ايه في غرفه الملابس؟ والله في ماتش دجله انا ما اخفيش عليك يعني الشوط الاول احنا عملنا المطلوب واللي انا قلته لهم، بس ما كانش عاجبني الروح والاداء، فانا بزعل جدا روح. بزعل قوي قوي وبغضب فعلا لما احس ان اللعيبه مقصره في ناحيه الروح والاداء بتاعهم. فبين الشوطين انا يعني الجون اللي جه فينا خطا في باصه وانا مكررها اكتر من مره مع السرد باك احمد موجود، قلت له بلاش تعمل الكره كده يا احمد، اشتغل على الحته الفلانيه فعملها، فجه الجون كان اسلام صيام ما غطاهوش كويس، فالجون جه من كره معنى صح تافهه يعني، كره الهدف من اخطاء الهدف مش ده الهدف اللي يجي فينا يعني، مش ده اللي نخسر بيه، هدف غريب قوي مشي بيها في نص الملعب ومفيش حد معاه، راح مديها اللعيب، راح مباصيها اللعيب اللي كان المفروض اسلام يغطي. المهم فبيني وبينك انا يعني انفعلت جدا من الشوطين، ويعني عنفت اللعيبه جامد وقلت لهم ما ينفعش انتوا كده عايزين تنزلوا، انتوا عايزين تخسروا، انتوا عايزين
كده النتيجه تبقى كتيره. لا انا مش شايف يعني الفرقه اللي قدامك تستاهل ان هي تكسبك في الشوط الاول، هي ماسكه كوره لكن ما ضيعتش علينا فرصه، احنا رحنا لجون 4 مرات. انا عندي ثقه كبيره فيكو، انا بقول لكم اهو الشوط الثاني هنشتغل بشغل معين وهنكسب ان شاء الله، بس عايزه منكم الروح، عايزه من كل واحد فيكم داخليا يبقى عنده ثقه في نفسه ان احنا هنكسب. الحمد لله يعني الكلام ده كان ليه دوافع كبيره جدا جدا عند اللعيبه. اتكلمنا في طبعا في حاجات معينه هنعملها الشوط الثاني وهنغير في حته معينه، والحمد لله بفضل الله. والله يا كابتن شادي طبعا التوفيق بتاع ربنا، انا لا انا يعني لا منجم ولا بتاع، بس يمكن من 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 خبراتنا او من من خبراتنا واحنا لعيبه، والحمد لله برضو في التدريب في مواقف بتحس بيها يعني بيبقى عندك يقين ان هو ده الفرقه اللي قدامك هتشتغل على الحته دي، فانا بشتغل على السلبيات اللي في الفرقه اللي قدامي، الايجابيات مثلا الحاجات اللي هي المؤثره عندهم الحمد لله بقى بفضل الله بنعرف نشتغلها. فاللعيبه بصراحه هم رقم واحد وهم رقم اثنين وهم رقم ثلاثه، لان هم اللي بينفذوا وهم الروح بتاعتهم هي اللي بترجعنا، وهم لما بيبقوا مركزين بيكسبونا، ولما بيبقوا عايزين بيجيبوا المباراه. اهم حاجه تبقى عايز. بالظبط يا كابتن شادي، يعني فريق النصر التعدين ده مش هو فريق النصر التعدين اللي كان بيخسر قبل كده 4-5، هو ما اتغيرش فيهم واحد، لكن الدوافع عندهم متغيره، لكن الاصرار عندهم متغير، لكن التنظيم عندهم فرق، لكن الاحساس بالمسؤوليه مختلف عن المباراه اللي فاتت. بس فالحاجات دي كلها اللاعب هو السلاح الحربي. انت بتتكلم على كلام مهم جدا عشان انتقل لمباراه الداخليه، انا مش هتكلم فيها فنيا، انا هسالك سؤال واحد في مباراه الداخليه، لكن لما تتكلم في عالم كره القدم خلينا عشان الساده المشاهدين يبقوا فاهمين، تتكلم وانت انا بسمع حضرتك بتتكلم على دوافع، بتتكلم على التنظيم، بتتكلم على كل المدربين المحترمين اللي اشتغلنا معاهم وحققنا معاهم بطولات، اتكلموا على الكلام ده، الالتزام والتنظيم والروح اللي موجوده والدوافع اللي انت تخلق لنفسك ده وتحقق البطوله. انا بتكلم بقى على النادي الاهلي. مظبوط طبعا، احنا اتربينا على كده. لو ما خلقتش دوافع هتلاقي نفسك تقول انا حققت كل حاجه، بالزبط. فمش هتشتغل. بالظبط. هروح بحضرتك بمباراه الداخليه ومش هتكلم في فنيات، انت كسبت المباراه، لكن الحكم الرابع رفع 6 دقائق، الكاميرا جت على حضرتك، اتخطفت انت فجاه. شفت انت عملت ازاي دلوقتي؟ طب انا عايز اعرف 6 دقائق ليه؟ ما انا استغربت لما بيقول له 6 دقائق. طب 6 دقائق ليه؟ ماتش ما فيش حاجه، جون وقف قاعد عندي في الملعب ما خدش دقيقه وقام، 6 دقائق ليه؟ يعني انا ما بشوفهاش، احنا بنقعد نتفرج على مباريات اوروبيه وعالميه، عندنا 6 دقايق دي بتبقى بتحصل لما يكون في جنايه في الملعب. فانت يعني بصراحه يعني انا ضغطت في الاخر. طبعا فريق الداخليه فرقه محترمه وكابتن اشرف قاسم راجل بس محترم، المباراه معاها ب6 نقاط. بالظبط، فانا كسبان وكسبان من الشوط الاول، وعارف انت ماشي يعني عايز التايم يعدي وعايز تشتغل وعايز تقفل حته معينه وعايز تخطف تاني، فبتلاقي حاجات ساعات احيانا في المباراه بتشدك بتخوفك، يعني ما طبيعي يعني قبليها بدقيقتين ضرب الجزاء اكيد مليون المية مليون المية ما حسبهاش، يعني لو دي مش هتحسب ايه اللي هيتحسب؟ فاذا بدات اشعر ان في حاجه مش مظبوطه في 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 المباراه، ممكن يحصل حاجه، ضرب الجزاء ممكن اكيد كل الناس شافوها، لعيب بيرقص 2 وهو جون وراح لعيب شايله من ورا ويسيب الكوره قدام العالم كله وما تتحسبش. طب يعني دي معناه ايه؟ هل هو وقع من نفسه؟ يعني هل ضربه الجزاء دي وقع؟ فطبعا شعرت ساعتها ان لا في تعاطف شويه مع الداخليه، فده قلقني. رغم الحكم كان كويس جدا طول المباراه، محمد الحنفي بصراحه، كابتن محمد الحنفي قدم مباراه كويسه، انا مش بقول بجامله، قدم مباراه كويسه جدا وكان جريء في كل قراراته، بس يعني احيانا لما التعاطف او تحس ان فرقه خسرانه وفرقه بتضغط، احسب الموجود ده المفروض. بالظبط، انا بدات الاقي لعيبه عندي بتاخد اكواع في وشها وضرب، والاقي هنا الكره المشتركه في الهواء فاول عليا، بدات الفرقه تيجي عليا فاولات على ال 18. فطبعا لما رفع 6 دقائق قلت له بتاع ايه 6 دقائق؟ طب مين وقع؟ حصل ايه ال 6 دقائق؟ في ماتش مهم بيحدد مصير نادي. فطبعا انا انفعلت اكيد، اتضايقت لان حسيت ان ال 6 دقائق دي مبالغ فيها قوي. من شويه عبد الله هو داخل وبيتكلم على فكره السيناريو وتحقق زي ما هو، انا رحت مهرج معاك قلت لك جامايكا هو فعلا. انا عارف من ايه، بس عايزك تقول حضرتك تقول الو. والله اقول ايه؟ قول الو. الو، علي صوتك شويه. الو، ايوه الو حبيبي. حبيبي يا شادي ده. حبيبي نور الشاشه. ازيك عامله ايه؟
ازيك حبيبي عامل ايه؟ ربنا يخليك، الحمد لله بخير. انت اللي عامله ايه؟ ازيك كابتن شادي؟ ازي حضرتك يا ماما، وبرحب بحضرتك معانا على الهاتف والده الكابتن احمد كشري، واكيد اللي هو فيه ده من دعاء اكيد الحاجه اللي هي بتدعي له. انا برحب بيك يا فندم، وهتقولي للكابتن احمد ايه؟ وبحبه من قلبي. الله يكرمك. والله بدعي له من قلبي، ولما بيلعب الماتش بقعد اصلي ركعتين وادعي له هو واللي معاه، وادعي له هو والفريق، وبدعي للاستاذ للكابتن اسامه عرابي ده حبيبي برضك. والله بدعي له هو واللي زيه والله. وربنا يوفقه، ربنا يكرمه ويوفقه في اللي جاي وينجحه يا رب. لما كسب الماتشين اللي فاتوا فرحت يا حاجه؟ فرحت على قد نيته. نعم. لما كسب الماتشين اللي فاتوا كنت فرحانه؟ اه طبعا. ما عندكش فكره، انا وطيت على الارض وحمدت ربنا وشكرت زي اللعيبه ما بتعمل لربنا وفقه. جاب لك هديه ولا لا لما كسب الماتشين؟ ربنا يوفقه في اللي جاي يا رب. بقول لحضرتك جاب لك هديه لما كسب الماتشين ولا لا؟ نعم. جاب لك هديه ولا لا؟ جاب لي هديه؟ اه. جاب لي كل حاجه، ده حبيبي والله وحنيت الدنيا فيه والله. طب الكابتن احمد عايز يقول لحضرتك حاجه اتفضل. سلا ولا انت حضرتي له ماتش في الاستاد قبل كده؟ يا رب. سلا. طب الكابتن احمد بيغششني اسالك انت مره وجاب ثلاث اجوان. لا ماتش بتاع استادك كان ماتش ايه فاكره؟ مش فاكره والله، ساعتها رحت له الاستاد كان اول مره اروح. انت مش فاكره جبت كام جول في الماتش ده؟ وساعتها جاب ثلاث اجوان، جاب هاتريك. لا جبت خمسه. خمسة؟ خمس تجوان مع النادي الاهلي. اول مرة يعني خمس تجوان البطولة العربية، ودي كان اول مرة اجيب خمس تجوان. يا رب هو فرقته. طب يا حاجة اسمعي الكابتن احمد عايز يقول لحضرتك حاجة اتفضل. يا ماما. انا بحب اسوان وبحب فريق اسوان وبحب اللعيبة كلها، بدعي لهم كلهم والله ربنا هيوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ماما. هيكسبهم ان شاء الله ويوفقهم. اسمعي يا حاجة الكابتن، الكابتن احمد عايز يقول لحضرتك حاجة اتفضل. نعم حبيبي. احنا الماتش ده مش فاكرة لما قعدت في الاستاد. وجبت خمس تجوان البطوله العربيه. كانت هي قاعده. كان ماتش ايه يا كابتن؟ كنا بنلعب فريق رفح الفلسطيني. كنت بتلعب في النادي الاهلي؟ النادي الاهلي. طبعا البطوله العربيه، خدت هداف البطوله العربيه، وده كان يمكن كنت راجع بعد اصابه شهرين، وهي قالت لي انا نفسي احضر لك ماتش، طلع اجيبك الماتش ده. يا احمد. فاكراه؟ فاكراه والله. فهي كانت كل شويه تسال مين اللي جاب الجون، يقولوا لها كشري. ايام. ربنا يحل ايامه يا رب، اللي جاي يكون احلى وان شاء الله ربنا هيوفقه. يا ربنا يديك الصحة يا حاجة والله هو واللي معاه واللعيبة والناس كلها واللي زيه والله يا رب. ربنا يديك الصحة ويبارك في عمر حضرتك. كابتن أسامة عرابي بيلعب كنت بدعي له من قلبي لربنا يكسبه والله. كلكم يعني خلي بالك كابتن عليهم ربنا كلهم. دعاء الأم بالدنيا وما فيها الأمانة. طبعا طبعا يعني. أنا بشكرك يا حاجة شكرا جزيلا على الكلام الجميل المحترم، وهرجع أقول لك تاني يعني دعاء الأم ده كابتن مش جامايكا بقى زي ما انا قلت من شويه، تدعي لك باخلاص تلاقي ربنا بيفتح لك الدنيا من واسع يعني. لا طبعا انا الاول بشكرك طبعا ان انت عملت لي المفاجاه الجميله دي، لان دي طبعا يعني دي حياتي كلها امي دي يعني. ربنا يديها طول العمر والصحه. وخلي بالك انا ما بخشش المباراه الا ما بطلع تليفوني اكلمها، انا ما بمسكش تليفوني في المباراه ابدا. لكن بجيب تليفون التليفون واكلمها وانا في اوضه اللبس، لان انا فعلا ببقى مشدود، ببقى مركز قوي في الماتش، محتاجها والله العظيم. اكلمها والله يا امي ادعي لي، تقول لي باذن الله هتكسب ان شاء الله، والله هتكسب والله العظيم. تقول لي انا بدعي لك في الفجر وفي الصلاه، هي ما شاء الله مواظبه طبعا الحمد لله وحجت، فبتقول لي والله العظيم. فاول لما بتقول لي كده والله العظيم يا شادي اقسم بالله الماتش اللي فات ده، حتى ماتش الداخليه بكلمها بقول لها ماما انا عندي ماتش صعب قوي، نفسي ربنا يكرمنا. قالت لي والله العظيم هتكسب. أول مرة أحس الكلمة طالعة منها، قلت لها، قالت لي والله هتكسب. قالت لي والله العظيم هتكسب، هتشوف. يا كابتن دايماً الكلمة دي يعني ادتني ثقة. أنا اتعلمت كده في معيشنا، فطبعاً أنت عارف اللعيبة الجماعية، كنت بتكلم مع عمر ياسين من شوية قبل حضرتك، وإحنا عشنا وسط حضرتك، عشت وسط مجموعة أو مجموعتين طبعاً، والحمد لله اللي قدامك كذلك، اللي بيبقى بار بأهله وصدقني تلاقي ربنا واقف جنبه في عز المحن. فعشان كده انت النهارده في موقف صعب مع النصر التعدين، تلاقي ربنا بيفتح الامور. طبعا طبعا ومشي. طبعا ربنا يخليك. في السوشيال ميديا في ناس بعت لك رسائل، نروح نسمعها مع بعض. اتفضل. يلا بينا يا شادي للسؤال الاول للكابتن احمد كشري، نشوف في السوشيال ميديا هيسالوه يقولوا له ايه. نروح للسؤال الاول للكابتن احمد كشري، اتفضل يا شادي.
مساء الخير كابتن شادي، بسلم عليك وبسلم على كابتن احمد. كنت عايز اساله ايه اللي استفاده من خلال فتره عمله داخل النادي الاهلي وبيحاول دلوقتي يطبقه مع النصر التعزي؟ لا طبعا استفدت من النادي الاهلي كتير، وانا لاعب وانا مدرب ومسكت في النادي الاهلي من اول الاكاديميه للقطاع الناشئين فريق الشباب. مسكت كذا سنه تقريبا سنتين في الاكاديميه اول ما بدات، ومسكت فريق الشباب سنتين. اكيد طبعا استفدت. النادي الاهلي عنده ميزه مش موجوده في اي حته، احنا ما بنلعبش غير على المكسب، ما بنعرفش حاجه غير الفوز. لو تعادلنا مع اكبر فرق بتبقى بالنسبه لنا خساره. نروح للسؤال اللي بعد كده. شادي اتفضل. خير عليك كابتن شادي، مساء الخير عليك كابتن احمد. بوجه سؤالي للكابتن احمد، ايه فرصه بقاء نادي النصر التعدين في الدوري، وهل اللعيبه جاهزه نفسيا وبدنيا لاستكمال الدوري بنفس اداء اخر ماتشين؟ وشكرا. سؤال ايه بقى؟ بص، سؤال بتاع خبير كروي. يعني انا مش بقول ان الفرصه كبيره، احنا في موقف لسه صعب جدا، خاصه زي ما هو بيقول النواحي البدنيه والمباراه كتيره ممكن تاثر علينا شويه، ولكن الدوافع اللي عند اللعيبه كبيره، هي اللي ممكن ان شاء الله تخلينا نفكر ان شاء الله في البقاء باذن الله، وهم عندهم دافع كبير جدا لتحقيق ان شاء الله الانجاز. نروح للسؤال الاخير على السوشيال ميديا. اتفضل يا شادي. مساء الخير عليك يا كابتن شادي، ومساء الخير عليك يا كابتن احمد. في سؤال عايز اسال كابتن احمد، من وجهه نظرك فنيا، من 2015 لحد 2017 اللي هي الفتره بتاعت السنتين دول، مين اكتر لاعب مؤثر جوه النادي؟ يعني مين اللاعب اللي حضرتك ممكن تكون تشوفه من وجهه نظرك محور اساسي جوه النادي الاهلي، سواء في غيابه او في حضوره؟ طبعا لو بيتكلم على السنتين اللي فاتوا، فهو وجهه نظري يعني اتنين، رمضان صبحي وعبد الله السعيد، كانوا اهم اتنين لعيبه في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. في لعيبه كتير ليها دور ايجابي، ولكن لو على السنتين المده اللي فاتت دي، فرمضان طبعا وعبد الله كانوا اهم اتنين لعيبه النادي الاهلي، وكانوا بيأثروا في النادي الاهلي، في غيابهم بالذات كانوا بيحصل تاثير في النادي الاهلي. الكابتن الوقت بيجري مع حضرتك، توجه كلمة أخيرة هتقول فيها يا كابتن احمد. بشكر فيها اللعيبة عندي، وبقول لهم أشكركم على الروح الجميلة في المباراتين اللي فاتوا، وأتمنى الروح دي تبقى موجودة في المباريات الجاية. وبشكر أهالي إدفو والسبعية والناس الطيبين اللي بيجوا يحضروا المباراة. وطبعا بوجه الشكر لمجلس الإدارة بالكامل، باشمهندس عبد الناصر سلام والأستاذ حمدي بعجر وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل، على إن هم وقفوا جنبنا. وكل يعني طبعا بشكر أهلي، زوجتي وأولادي اللي هم معايا على طول، هم معايا في كل الصعاب، وإخواتي، وبقول لهم دعواتكم الحمد لله، وأصدقائي وحبايبي دعواتهم الحمد لله، يعني كنت بحس بيها في الملعب، فبشكرهم جميعا. شرفتني ونورتني يا كابتن، وابقى سعيد دايما بلقائك. حبيبي يا كابتن شادي، انا اللي سعيد ان انا اكون معاك مع نجم كبير ومحاور عالمي. اشكرك كابتن احمد، بشكرك شكرا جزيلا. دلوقتي في فقره لطيفه كده مجهزها فريق العمل، هسيب لحضراتكم معاها، مش عايز الاهلاويه كلهم يتابعوها، لان الاجواء في الاعلام احيانا بتبقى صعبه، احيانا بيبقى فيه شد وجذب وكلام كتير، لكن بنحاول نلطف الدنيا على الناس شويه. هسيب لحضراتكم مع تقرير مهم جدا مع جماهير النادي الاهلي، وبعدها استقبل واحد من اعظم مدافعي النادي الاهلي، لازم ندي الناس كلها حقها، كابتن ماهر همام معانا، نتكلم عن ذكريات وبطولات ومين جيل الكابتن ماهر همام. كل الاهلاويه وكل النجوم يستحقوا ان هم يبقوا موجودين معانا عشان نديهم حقهم. هنطلع للتقرير اللطيف اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي، وبعدها استقبل الكابتن ماهر همام.